سالته. ما دوك هي ندوزو ليكوغرافي على برا. دوك هي تحدي ليكوغرافي باش تتاكد مليح. ومن بعد كاكيدي ليكوغرافي ما كاش مشكل. ما كي تروح ما تقلبها ما والو. ما تقلبها ما والو. ليكوغرافي هي تاع كلش، هي ديرها كلش. ميم بو نص ساعه ساعه في لافير. ما تعيا. شوفي انا تعبت ندخلوا للدار كي تعرفي. شوفي تدخلي للدار وكانك ما كان حتى حاجه. شوفي ما تجيك دوخه، ما تنظري، ما زعما هذيك اللي باينه عليك باللي درتي حاجه. عادي كيما دوك كيما بكري كيما من قبل. هذه هي. لا وتعاود هي تخيطها. هي تخيط، هي تخيطها. لا ما عجبهاش الحال عندها. لا لا مازال. لا ما عجبهاش الحال عندها. كاين واحد في بير مراد راي الثاني يخيط. وشحال يخيط؟ صديقه على حسب ال وهي شحال طيح حبيبي؟ تقول زعما شحال طيح؟ والله ما نكذب عليك. صح زعما عطيت خيمة والله 5 ملايين. لا لا ميم با ميم با ميم با 5 ملايين. ميم با 5 ملايين. انا معاك في التليفون. بلاك بك شويه كنخرج. معاك لها تكون هي طبيبه في بني مسوس. وعندها تخيبات كابين تخيبات. لا لا في دارها. وانتي شوفي واش يساعدك. انا حكيت لك واش كاين. وانتي يا واش تحبي نقول لك؟ ما عنديش مشكله. ما كاين حتى ضرر. شوفي ديها على ضمتي. لو كان فيها عفسه انا نقول لك خطيك. انا جو بريفير كيما تجي مهنيه تروحي مهنيه. ان شاء الله. بالضمان. وهذه هي واش تحبي نقول لك؟ بعد أن وعدتنا المرأة بأن تعرفنا على طبيبة مختصة في الإجهاض السري، تركناها لنعود إليها بعد يومين حسب طلبها وفي الظهيرة وليس صباحا، لتتصل بها أمامنا. وأمام تهرب الطبيبة لم نيأس، بل أصرينا على أن نكون من زبائنها لتعدنا مجددا بأن تتصل بنا في موعد لاحق. أسمع حنونة، أسمع كينا فوق كينا وحدة راهي أموى الماء وحبت اكي على بالك. مش من ساعه هاي خلعت ما كاش صح. قلت لك انا حسابي شويه الوحده وانت زوج حيلي. انتم تحبوا تخلوا لي النيميرو، تحبوا نخليكم النيميرو كما تحبوا. بعد ساعة من لقائنا مع الدنيا، كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا عندما تلقينا المكالمة. المهم شوفي راني فتات معاها. أها. وقالت لي بلي ربعة. ربع ملايين؟ إيه. أها. ولا كاين، قلت لها كاين عند جارتنا ما كاش مشكل، قالت لي مالك وقت لا يكونوا بلي عيطيني وأنا وشنو اللي عند جارتكم؟ تما نروح لدار جارتكم؟ إيه. خلاص، وقتاش هادية؟ قالك وقت ما تكون الدنيا راني واجده. تما دوك نهار اللي نكون انا بخير نعيط لك وانت تعيطي لها هكذا. عيط لها قالك ما كاش مشكل. نعيط لك لافي انايا مع العشيه ولا وقتاش نعيط لك؟ بس كان. زعما زعما كيما نقولوا اليوم غدوه راكي معوله. تعيطيني اليوم باش انا نجيبها الصباح. خلاص تجيبيها دار جاتكم وانا نجي لعندك وانت تديني هكذا. فوالا ايه. هاي خلاص داك دوك انا ليا ما تعاود نعيط لك ولا. الأموال هي أول شيء تصر عليه وتعليمات لكيفية إجراء العملية لا تفصلنا عن كشف هذا الوجه إلى خطوات قليلة. فبعدما جمعنا المال المطلوب والذي قدر بأربعين ألف سنتيم أصبحنا من الزبائن. المكان لا يزال في الخانة السرية وبعد حصولنا على المبلغ المحدد عاودنا الاتصال بدنيا لتحدد لنا المكان والزمان. انا نروح شويه روطار عقداش هي قالت لي لو ماما رتبي اقعد وعندي وحده بصح انا حكيت عليها شوفي زوج جرب هكاك روحي داك وين شوفي ستي كيما جيتي لي المره اللي فاتت طلعي قباله مع هذه الطلعه انت داك واحد حاروت عاد مونتاسيون دار الطراح بزوج بيبان هكذايا مقابلينك ماشي الاول دوزيام اللي قدام مطعم صغيره اصبي تما تخرج ليك وحده رقيقه وصغيره داكوغ ها قولها بعثتني دودو بعثتني دودو هي على بالها منين جايه على بالها على بالها حكيت لها ما
ها يا اوكي ماشي بروبليم دراهم مواجدين ان شاء الله بسلامة. وصولنا كان في الموعد المحدد. ردت علينا صاحبة المنزل بسؤال بادرت إلينا به وهو من أنتم؟ رددنا بكلمتين وهي كلمة السر دار طراح. شكون هي؟ باسمي دادو. ما هي؟ تطبيب هيك. اللقطة الأولى التي لفتت انتباهنا هو سرير ترقد عليه فتاة صغيرة في السن تبدو في حالة صحية سيئة نوعا ما، تمسك ببطنها وتصدر أنينا ينبعث من شدة الألم. طلبت منها الطبيبة النزول من السرير دون رحمة أو شفقة، فبالنسبة لها أنا الآن الزبونة الجديدة. بخطى متثاقلة حاولت الفتاة النزول منها، وقد لاحظنا فور وقوفها أنها تعاني من نزيف دموي حاد. مباشرة بعد ذلك طلبت منا الطبيبة المبلغ المخصص لمثل هذه العمليات، قدمناه لها لتبحث أيضا عن صور الأشعة الخاصة بالحمل المفترض طبعا. والغريب في الموضوع أنها لم تقم بالكشف عني إن كنت حاملا أو لا. ذهبت لإحضار الحقنة التي تبدأ منها عملية الإجهاض. هنا دار حوار ساخن بيننا، ندعكم مشاهدين تستمعون إليه. لا عندي لاطونسيون، هذه ما عندهاش بروبليم لاطونسيون. شوفي انا لاطونسيون انا ما بديش حتى دخلتك لا خفتي، مازال ما بديناش تقدري تروحي دبري راسك هكذا. انا ما عندي حتى دخل، عندك لاطونسيون عندك السكر عندك واش عندك، انا ما عندي حتى دخل. انا جيتي نفريها لك خفتي تروحي ربي سالالك. لا صافي ما فيهاش بروبليم، يعني دوكا الا كان ما دابيا نتهنا دوك بروبليم ماشي بروبليم تي تحملي المسؤولية هكذا. راني نقولها لك مدك انا كاش كومبليكاسيون انا ما دخلنيش، انا نفري لك ندي لاصوم تاعي تربحي تشربي. شوفي تشرب طحي للدار تشربي تيزانة باش تزيدي تافونسي لي شونس سي تو جو فيغ هكذا هكذا. دوك 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 لي سيدي يا تفريها يا تروحي. ماش تقتي الاخت هذيك راحت نستعملت لها فيها الشيء واش تقتيها؟ نا شوفي جيتي تطيحي الجوف قبل فيها جيتي نريها لك ما كان عندك حتى دخل مع المرأة. دوكا ديسيدي دوك مانيش نحلل فيك باسكو كاين وحده اخرى نام جايين فيني طلعت انا فيها برك انت فيها. لا لا تقصيها شفت لي سالها بزاف سالها ديال ديال دار وقتي فاهمي حتى ديال وقتي. دوك ما عجبكش الحال هانيك دراهمك مازال عندنا والو عندها لاطونسيون هي لي غيسبونسابل. مي صراحة أنا جو با غيسبونسابل. أنت اللي طبيبة. أنا ما كان عندي حتى دخل. أنا طبيبة. أنت طبيبة ولا أنت علاش كنتي طبيبة ولا لا؟ تجينيكو يجوك لي لي مالاد على بالك اللي عندهم لاطونسيون عندهم. عندي في كونسيونس قبل ما تجي على أختي. أنا قلتها لها قدامك كي تقولي لي خطها يا تفريها يا تفضل برا. باسكو ني با لا سول بزاف كاين عباد يزيدو. شنو حبيتي لي دوكا؟ نضرب لك تشكا ندير لك زوج حبات كاشيات تشربيها من بعد كي نفريها لك تروحي للدار. دي تي بخون دي تيزا حتى يحبط عليك كلش. واش اسمع الدواء هذا واش قالوا اسمع تحسي تفهمي الدواء واش تسمع انت يا دوكا تجي تطيحي ولا تجي تقراي لا ميتين؟ لا باش نعرف برك عليك لا توتيو. شوفي انت انت عارفه وفاهمه هكذايا روحي طيحي الدوك تاعك وحدك على جي لي انايا. لا باش نعرف اذا ما جاباش بروبليم على اختي. ما تحوسيش تفهمي دوكا انا نضرب لك التكه نعاونك انا حنعاونك نطيح لك الدوك وني شونج جي بخي دلا هاك دخل حتيش تفهمي دول حال ديرها لك هاك دا نتكلو على ربي حسنا لي كاتيون بزاف هادي فاش ما يصالها انا ما عندي حتى دخل. ايوا ما قولي لي هاد الدواء اسكي عنده يقدر يدير لك شي حاجه هذا ما كان قولي لي الدواء لك حاجه هاد الدواء ما يدير لك والو هذا يعاونك باش الصغير الفيتيس اللي راهو في كشك يطيح هذا ما كان نورمالمون ما عنده حتى لو دوك انتيا غير ديسيدي يا تفريها يا تفضلي انا هاد التشكا ما نديرها لك شليك نديرها لك حدا اخرى. لا لا انا سيدي لا 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 دوك واش حنقولوا لك دراهم انا دراهم انا نرشحهم لكش
وتكا كثرة دونك حبي ما تنح طيحيش ما طيحيش انا دراهم ما يولوش لا هي 4 ملايين قاش تي بيهم دو ماشي 4 انت فاهمنا من الاول دوك امتياز ضيعتي لي وقتي الوقت اللي ضيعته مع اختك قناني تريتها مع واحدة اخرى ما خلاص دوك تحبي ما تطيحيش حبي ما طيحيش يا با بروبليم صح دراهمك ما عندوش قالت لك ما هضرت مع دنيا قلت لها ما عندك وقت دوك هكذا تقول ضيعتي لي وقتي في عود نشريها مع اختك وكان انا نشريها مع شمرو ولا تسمي خلعك ولا هذا نوت هلا